شو اخباركم شو مسويين؟ احس اني منتدى. المهم جهزت وخلصت، عندي ايفنت مع تارت. طبعا اول اصابات اليوم انشقت عدستي، انهارت نفسيا. اصعب شعور لما يكون عندك مناسبه والعدسه تنشق، اخ يقلبني. المشكله انا عندي عدستين ابدل فيهم كل مره، واحده انقطعت قبل اسبوعين يمكن، هريت امها وانا ماسكتها بظافري لان الملقط حقي، انا بالعاده امسكها بملقط بس الملقط حقي انكسر فصرت امسكها في اظافري، عرفتوا؟ فواحده انشقت قبل اسبوعين ومره الحين هذه واحده، والمشكله ما عندي غيرهم، احتاج عدسات لو سمحتوا، عدسات رمادي لو سمحتوا. طبعا حطيت هذه مؤقت بس احس هذيك مبينه طبيعيه اكثر، عرفتوا؟ بس حلوه مو سيئه يعني، حلوه علي بس احس هذيك مبينه حدود، لان هذيك حدودها افتح، عرفتوا؟ فكل ما كانت الحدود افتح كل ما كانت تبين طبيعيه اكثر، واذا ما فيها حدود تبين عيونك كذا بارزه، فما تنفع لي انا اللي ما فيها حدود، انا تنفع لي اللي فيها حدود فاتحه يعني رمادي كذا فاتح، عرفتوا؟ الاسود مره تبين فيك. طبعا المكان وين؟ مكان بولينج، اوكي؟ وانا لابسه درس، ما قالوا لي ايش الدرس كود. ابي العب بولينج، ما ينفع العب كذا، ما ينفع. ناخذ شربات، ناخذ شربات عشان نبي نلعب، تبدل الشوز حقي. أبلشتنا قاموا يسوون زيها. يا احنا نلعب وهي ما غيرت ناقص قدامنا. طبعا واضح مرة مين بيفوز، مرة واضح، مرة واضح بيجيبها ولا لا.
طبعا بلاك فرايدي بدأ عند سيفي، بدأت العروض والخصومات. غير هذا مفاجآت سيفي لشهر نوفمبر. أول شيء اللي قلت لكم عليه، إذا خذيتوا مشتريات بقيمة 500 درهم إماراتي راح يكون لكم فرصة أنكم تربحون 500 درهم مشتريات من سيفي. طبعا أهم شيء لما تطلبون طلب تحتفظون برقم الطلب، يوميا بالإنستغرام يعلنون عن فائز واحد. نجي الحين لأقسام الخصومات. الحين الأقسام الخصومات، أول قسم خصم 30% على ملابس الخريف والشتاء. طبعا أغلب البراندات الموجودة هنا البراندات المعروفة مثل نايكي، تامي، نيولوك، بعد جيس، فوريفر 21 وغيره من البراندات. وطبعا العرض هذا 30% خصم موجود بقسم الرجالي وقسم الأطفال. نرجع للنساء ثاني مرة وننزل تحت. عرض هنا على منتجات ميبلين لوريال، اشتري واحد واحصلي على واحد مجانا. انا ابغى الباليت حق ميبلين، ان شاء الله الاقي هنا لان عجزت الاقي بالستورز هنا. خليني اشوف وينه. ونجي للبراند اللي احب شوزاته اللي هو ستيف مادن، عنده 30% خصم. يا اخي اعشق شوزاتهم، عندهم ستايلات كذا، دائما عندهم ستايلات متجدده. فسيفي عندهم كولكشن مره حلو منهم. جديدهم تقدرون تدخلون ستايلات جديدة وتشوفون الجديد اللي ينزلونه يوميا. طبعا يوميا ينزلون أكثر من 500 ستايل، فخليني أعرض لكم بعض الأشياء الجديدة اللي منزلينها. خلينا نروح ملابس. نعم، ايش تبي؟ ها صار ساعة يسحب بيدي. نعم، ها ايش تبغى؟ بالنسبة لقسم الميك اب عندهم البراندات الموجودة انجلو ذا فيس شوب وبعد بنفيت. بالنسبة لقسم الميك اب عندهم، نجي للمسابقة الأسبوعية اللي قلت لكم عليها الأسبوع اللي فات اللي هي تاج أس. مجرد أنكم تسوون لهم تاج على أي قطعة تشترونها من سيفي وراح تدخلون السحب بالمسابقة الأسبوعية. أسبوعيا في فايز واحد وراح تكون الجوائز مفاجآت من سيفي.